الزيارة ديالي لأن الأصدقاء ديالي لا ياسين الصالحي لا سيمو الحاج لا بعض الأصدقاء جينا نشوفوا الأخ والصديق ديالنا اسماعيل بالمعلم. الحمد لله لقينا وسط العائلة ديالو وسط الأسرة ديالو هادشي اللي كنا كنتمنوا عكس ما تداول بأن في حالة صعيبة. الحمد لله حتى لا كيمر شي حالة نفسية صعيبة شوية لكن الحمد لله لقينا في المستوى ضحكنا معاه كأصدقاء إنسان اللي دوز معاه أزيد من 4 سنوات الحمد لله دوزها معه على مستوى لا في الملعب لا خارج الملعب من أطيب خلق الله. والحاجة بالنسبة للزيارة دي اسماعيل بالمعلم احنا من قبل كنا كنتصلوا وكنهضروا ما كانش الوقت باش نتلاقى انا وياه كما كتعرف انا كنت في الامارات وكنت في بعيد عليه وكنا كنتواصلوا في التليفون. بالنسبة للزيارة احنا هذه زيارة نزيد نجيو نشوفوا اسماعيل بالمعلم اللي جاورنا معه الحلوة والمرة وكما كنقول لك هذه زيارة عائلة وكما كتشوف عائلية كما كتشوفوا اللعاب راه جمعنا وكنبغي نشكر هذه المناسبة اسماعيل بالمعلم اللي جمعنا احنا كاملين. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.